ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ مع بعض سلسلة جديدة عن تدريب المونوكروم. تدريب المونوكروم سريعا كده هو عبارة عن تدريب ان احنا بنرسم لوحات بلون واحد. احنا بنجيب لون، بنختار لون وبنختار كل درجاته وبنعمل بيه رسمة واحدة. التدريب ده مفيد جدا للمبتدئين لان هو بيساعدهم ان هم يعرفوا يجيبوا لون ويدرجوه، وازاي ان هم يعملوا الدرجات ويكونوا الدرجات ويعرفوا ازاي يعملوا درجات للوحة كاملة بلون واحد، فده مفيد جدا للمبتدئين. فاحنا السلسلة دي مكونة من 3 فيديوهات. اول فيديو هو اسهل حاجة اللي هو اسهل تطبيق، تاني فيديو اصعب، بعد كده الاخير اللي هو اصعب حاجة خالص. فالنهاردة هنبدأ باسهل تطبيق، وهو هنرسم منظر طبيعي لجبال وبحر وسماء بلون واحد. انا اخترت اللون الازرق. اول حاجة احنا هنحدد الورقة بلزق، اللي هو اللزق الورق ده، وبعد كده هندهن عليها مية علشان اللون ما ينزلش، الورقة ما تشربش اللون على طول فما يبقاش فيه شخبطة وكده. لازم نبقى حاطين مية علشان اللون يطلع، النتيجة تطلع سموف وناعمة وكويسة. انا بدأت عملت تدريجات السماء من غامق لفاتح لتحت، من فوق غامق نزلت على فاتح، بعد كده في حتة هنغمقها على اساس ان هي السحاب وكده. بعد كده هننزل تحت، هنعمل خط خفيف نحدد بيه ما بين السماء والبحر، ونبدأ نعمل خطوط واساس ان هو الامواج بقى وكده. والنهاردة الفيديو هيكون طويل حبتين، للنهاردة فيديو تعليمي للمبتدئين فكان لازم يبقى طويل علشان الشرح هيبقى بالتفصيل، فكمل الفيديو الاخر. ونسيب الطبقة الأولى تنشف. بعد كده هنجيب درجة تكون فتحة من اللون الأزرق. هو عامة احنا مش بنفتح بأبيض، احنا بالألوان الأكوريل بنعمل ان احنا بنفتح بالمية، يعني كل ما المية تزيد كل ما تبقى درجة اللون أفتح، كل ما اللون يزيد يبقى درجة اللون أغمى. فاحنا هو ده الموضوع كله، ان احنا بنلعب بالكميات ما بين المية واللون. فهنجيب درجة خفيفة جدا وهنعمل بيها أبعد جبل. بس وبعد كده نسيبها تنشف. وبعد ما نشفت نجيب درجة أزرق أغمق، يعني هنزود اللون على المية بس مش أكتر، ونعمل جبل تاني بس يكون سايب مساحة للجبل اللي وراه ان هو يبان، ويكون ممكن نخليه أقصر أو نخليه جايب زاوية، يعني اعلى قمة فيه تبقى من على الجنب كده، يبقى فيه تنوع علشان الباقي اللي ورا يبان. حصل هنا غلطة عادي هنصلحها بمنديل، ودي احسن حاجة في الالوان المائية ان اي غلطات ممكن تصلحها بمجرد منديل، فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتخليني احب الالوان المائية اكتر. ونسيبها تنشف. اهم حاجة في الموضوع ده كله ان احنا نسيب كل ينشف ينشف علشان الدرجات ما تخشش في بعض وما ينتشروش على بعض والالوان تطلع صايحة كلها وتلخبط لنا كل حاجة. دلوقتي احنا هنكون درجة اغمق علشان نعمل جبل اقرب، يعني هو ده الموضوع كله ان احنا بنلعب بالدرجات، فده احسن حاجة في
تدريب المونوكروم، احنا بنتعلم ازاي نلعب درجات ونعمل لوحة كاملة بلون واحد والكلام ده، فدي حاجة مهمة. الموضوع ده مهم جدا للمبتدئين، بيفيد في حاجات كتيرة، بيفيد ان انت بتعرف ازاي تتعامل مع الالوان، بالذات الالوان المائية، لان الالوان المائية معقدة، مش مقدرش اقول ان هي معقدة جدا، بس هي من اصعب الخامات، يعني صعب التصليح فيها، لازم تبقى عارفها كويس عشان تعرف تصلح وكده. كل حاجة سهلة، كل حاجة تيجي بالتدريب وبالتمرين، مفيش حاجة صعبة. اللي بس يعني لو شفت الالوان الزيت لو غلطت فيها سهل ان انت تصلح غلطك، والالوان الاكريليك وكل دول سهل ان انت تصلح غلطك فيهم، لكن الالوان المائية بيبقى صعب شوية، بس لما بتعرفها بتعرف تتعامل وبتعرف تبقى سهلة جدا والله. دلوقتي احنا هنجيب درجة غامقة جدا جدا، ممكن ان احنا بس ناخد اللون من الباليت اللي عندنا على طول من غير ما نخففه بمية، او نخففه بمية بسيطة، ونعمل شجر، بس الشجر هيبقى غامق لان هو اقرب حاجة لينا، فهنبقى مغمقينه جامد جدا، وبس نعمل شوية شجر تانيين كده. وبعد كده نجيب اغمق درجة، يعني نجيب اللون اللي في البلاتة من غير ما نخففه خالص، ونعمل بيه اقرب جبل. وعشان ما نسيبش السما فاضية هنعمل كده كام عصفورة. وقلت بدل ما اسيب البحر فاضي اعمل مركب صغنون كده لطيف كده في النص، احدده الاول بالرصاص، بعد كده هلونه كله باللون ازرق غامق. ودلوقتي بدل ما شلت اللزق هوريكو ايه الفرق اللي بيعمله اللزق. احنا بنحط اللزق الورق 300 جرام، مع انه بيستحمل المية بس بيبقى فيه موجة سنة كده صغيرة، لما بنحط اللزق وبنستنى لحد ما ينشف تماما ونقوم شايلينه في الاخر، بيبقى ما فيش اي تمويج، وبيبقى فيه فريم ابيض صغنن كده، بيبقى مخلي شكل الصورة حلو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وما تنسوش تعملوا شير، وتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم لينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، ومع السلامة.